المكسيكو والعناق بين ساري الإيطالي وفونسيكا البرتغالي قبل ضربة البداية وسط أجواء جماهيرية كبيرة 3000 من عشاق اليوفي انتقلوا من تورينو إلى العاصمة مقابل حضور تقريبا 60,000 متفرج من جماهير الذئاب العاصمية. اليوفي مشاهدينا الكرام يلعب الليلة بشعار خطف بطولة الذهاب من انتر ميلانو وبالتالي ضرورة الانتصار مقابل أماني لملمة الجراح من جانب روما بعد نكسة الجولة الماضية في هذا الملعب أمام المال تورينو وهدافه بيلوتي. مباراة تعمل الكثير من الحسابات التاريخية، مواجهة تتعلق بتشريف ألوان الفريق قبل كل شيء وفوق كل اعتبار. ألكساندرو يعدي كرة ممتازة، كلاسيكو روما يوفي في مسيرته التدريبية وكرة خطيرة والهدف الأول. يوفي جول، يوفي جول. ميراد ديميرال الصخرة التركية، ميراد ديميرال رويان رويال في أول هدف لي منذ بداية الموسم. هو ميراد ديميرال يثير إعجاب بافيل نيدفيد. الكرة الذهبية الأوروبية 2003، رونالدو اللي تحصل على المخالفة، كرة ثابتة، ألكساندرو المتابعة من ديميرال الاعتبار من جانب فريق العاصمة، وهذه كرة وبيليغريني باليسار لكن بدون خطورة. رقم 7 لفريق روما، مدافع أيمن كولاروف، كولاروف والتصدي جميع، وهو الذي صنف داخل المدرب ساري طبعا فضله على المدافع الآخر للفريق روجاني، وشاء سوء الحظ أن يلعب دور في الحكاية بما أن كليا ستار ورابساي، رابساي وزع مع بيسكارا وفي عمر 55 عام. ضربة جزاء، ضربة جزاء وإنذار مشاهدينا الكرام لفيريتوت الفرنسي. ثاني سيناريو، نار 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 يا حبيبنا. لوبيز يتعدى رونالدو، جول فالرونالدو، كريستيانو الرهيب، رونالدو العجيب يسجل ثاني أهداف اليوفي في أقل من 10 دقائق لعب. هذا هو سلطان الكرة الإيطالية، اليوفي. أنا اليوفي التي على جماهير روما تقدر ب 60,000 متفرج. ربما الإنذار لميلان بيانيتش، فعلا إنذار للبوزيغريني، بيليغريني وزع وتشيس التوزيع، وين الرأسية الرومانية وبالراس، وطبعا تشيس لأدريان رابيو، كرة من كوادرادو، ميراد ديميرال المطرقة التركية يصاب جولتين لحد الآن. جول، هل هنالك ضربة جزاء؟ أدريان رابيو روما وإمكانية التصويب، لكن وين بلاز ما يكون رونالدو يوزع. أي امتياز لرونالدو، أي امتياز لروتي الأرجنتيني، يصاب تخت الدفاع على التسجيل، قادر على التسجيل، والمباراة ما زالت لاعبي اليوفي. ديبالا والرايا، رايا على أرن رامسي الآن الكرة ليه كولاروف ويراوغ سانيولو يعدي وينغواتشيكو، تصدي كوادرادو، كوادرادو يوزع سانيولو، سانيولو الدوري الإيطالي، أوه يكسب المخالفة. أدريان رابيو بالورقة الصفراء، سانيولو عنده القوة والفنيات. كولاروف، كولاروف قوية لكنها غير دقيقة، مرت بسلام على